في ليبيا، لعبت في الكلوب، في استاد، في جابس، في جافستا، جرجيس، كهوة، جاسرين، نعم ما نسيتش حتى جماعي سيبون. نعم المهم لعبت مع برشا ملاعبية اكيد، باش تحط لي انت روحك مدافع ايسر، تعملي تشكيلة من احسن 10 ملاعبية لعبت معاهم. باه نبداو بالجارديان، خالد عزيز على اليمين شكري الزعلاني، في العكس وليد الغول، اها حمدي المرزوقي. هذه بسميت تشكيلة الكلوب هذي. باه انا اللي انت خذي لعبت معاه. اي لعبت معاه. لعبت معاه. في الوسط. في الوسط. قيس الجويني ملعب الجابسي. قيس الجويني ايه. تدك واحد داخل في الوسط. خذ قصيدة كنت تفكر شوية ايه. وسام يحيى. وسام يحيى. اشرف خلفاوي. اها. درامان تراولي. اها. طارق طيب. مثل واحد برك راه. اتاكون لازم يكون. اتاكون. احسن اتاكو لعبت معاه سلام الخزاوي. سلام ما لعبتش مع كاماتشو. لعبت معاه سلام الخزاوي خيره. هو كاماتشو باهي يا مانتي عطيتني قلت لي اخي ملاعبي. قلت لك احسن احسن لا قلت لي مزلك ملاعبي. اي سلام الخزاوي. سلام الخزاوي. ما افهمش عليك الشوا نتاعك كان سلام الخزاوي. سلام الخزاوي كانت هذه ليكيب تيب.